سؤال للنقاش أصدقائي ويستحق النقاش. في هذه الحالة كيفاش غادي نتعاملوا مع هذه المخلوقات اللي احنا كنعرفوا جميعا أنهم ما كيتمادوش وكيطغاو وكيستمروا في الظلم ديالهم إلا من بعد ما كيشوفوا مواطن مسالم؟ هذه معروفة. إذا هذا المواطن المسالم شكون غيدافع عليه؟ هذا المواطن المسالم اللي كيبغي يستسلم أو يتراجع أو ينسحب ولكن بكرامة. إذا هذا النوع ما كيقدرش الإنسان اللي كيتسامح، ما كيقدرش الإنسان اللي كيتراجع. هذا النوع كل ما تراجعتي هو كيطغى وكيهجم وكما تنقولوا كتزاد فيه الحماس على الطغيان ديالو. إذا هذا السؤال قبل ما نجاوب عليه يستحق أنني نتأمل فيه ونفهمه مزيان قبل ما نجاوب. شكون غيدافع على المواطن البسيط المسالم اللي ما كيبغيش الصداع واللي كيخاف أنه عوض أنه يكون مظلوم يولي ماشي ظالم فقط إنما مجرم، لأنه لا دافع على نفسه بواحد الطريقة وما عرفش يدافع على نفسه. وكاين اللي ما عندوش خبرة ممكن يستعمل العنف بعشوائية أو الإفراط في الرد حتى كيولي في واحد وضع لا يحسد عليه. والخلاصة هي المواطن البسيط المسالم كيفاش يدافع على نفسه مع مثل هاد الأشخاص أو المخلوقات أو الطغاة وسميهم اللي بغيتي.